إلى صحيفة العرب الجديدة التي تطرقت في تقرير لها إلى واقع المستشفيات الخاصة في اليمن. تقول الصحيفة: مع انهيار نحو نصف منشآت القطاع الصحي وفق منظمات أممية، يقول تقرير نشره العرب الجديد إن المستشفيات والمرافق الصحية الخاصة تشهد توسعا على أساس تجاري أكثر من الخدمة التي تقدمها للمرضى. وقال التقرير إن أكثر من 80 مرفقا صحيا في صنعاء لا تتجاوز عدد المرافق المطابقة للمواصفات 11، وأضاف: لا تتوقف تجارة الحرب في اليمن عند السوق السوداء للوقود والكهرباء والعملة والتعليم، بل تشمل المستشفيات الخاصة التي اجتذبت حصتها من أموال الحرب مستفيدة من تخلي الدولة عن مسؤولياتها وإغلاق مطار صنعاء وصعوبة التنقل لمطارات أخرى. وأوضح التقرير عن مختصين أن غياب الرقابة شجع مثل هذه القطاعات الصحية على الإمعان في استغلال واضطهاد المواطنين الذين لم يجدوا رعاية طبية في القطاعات الصحية العامة، وهذا الاستغلال شكل عبئاً كبيراً على المواطن اليمني الذي جردته الحرب من مختلف سبل العيش والخدمات العامة، وجعلته عرضة للاستغلال الطبي وسط ارتفاعات قياسية في أسعار وتكاليف الخدمات الطبية وغير الطبية.